السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في النشرة الرياضية. اختتمت مساء أمس بطولة البحرين الدولية السابعة والمفتوحة للناشئين والأشبال لكرة الطاولة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. وسط حضور جماهيري مميز أسدل ستار بطولة البحرين الدولية المفتوحة السابعة لكرة الطاولة، والتي نظمها الاتحاد البحريني للعبة بالفترة من 24 وحتى 28 من فبراير الماضي. حقيقة سعيدين بهذه الإنجازات اللي تحصل لأول مرة، يعني ذهبية الزوجي، وأهني اللاعبين حقيقة والطاقم الفني. واليوم مباراة يعني كان بالإمكان أن لاعبنا راشد أن ياخذها، كانت حقيقة نقطة بنقطة حبست الأنفاس كلها. يسعدنا أيضا أن احنا تلقينا خطاب من الاتحاد الدولي عقب لله الحمد النجاح في التنظيم ولهذه الدورة، إمكانية أن البحرين تحتضن أحد جولات بروتور اللي طبعا جوائزها اعلى. الزوجي البحريني الناشئ المكون من راشد سند والياس الياسي توج بذهبيه الزوجي في ختام البطوله الدوليه، وذلك بعد فوزهما على الزوجي السعودي بقياده اللاعب علي الخضيمي الذي توج بذهبيه فرد الناشئين على حساب البحريني راشد سند في مباراه ملحميه امتدت الى قرابه الساعه من اللعب والاثاره، انتهت بفوز اللاعب السعودي بأربعة أشواط مقابل ثلاثة. والله كانت مباراة وايد صعبة، واجه صعوبة من اللاعب السعودي، يعني هو كان متألق في ذي المباراة وواجه صعوبة الجماهير. الحمد لله والله أول مرة وصل هالمباريات الدولية، البطولات الدولية أول مرة وصل المباراة النهائية، وإن شاء الله يعني حصلت ثلاث ذهبيات في الفرق والدبل والفردي، وإن شاء الله يعني شرفت المملكة. كانت مباراة صعبة، وكان منتخب البحرين فريق كويس ومعد للبطولة كويس، الحمد لله قدرت أفوز عليه. الطاولة البحرينية سجلت مشاركة مثمرة ومتميزة، حيث مثل البحرين في البطولة 19 لاعبا ولاعبة في فئتي الناشئين والأشبال. المدرب الفني طبعا بوريس الكرواتي نجح من خلال الاستراتيجية التي عمل بها من خلفة الماضية والمعسكر من إيصال اللاعبين إلى هذا المستوى المتقدم للغاية. أعتقد أن هذا الإنجاز هو كافي لإعطاء صورة طيبة عن الطاولة البحرينية في المشاركة الدولية. مملكة البحرين حققت نجاحا باهرا في تنظيم البطولة الدولية التي تنافس خلالها 82 لاعبا ولاعبة يمثلون 13 دولة من مختلف أنحاء العالم. من صالة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة، حمود الجيب لنشرة الأخبار بتلفزيون البحرين. أحرز السباح علي صادق علوي المركز الأول في سباق 50 مترا سباحة حرة لفئة العشر سنوات، ليحقق بذلك أول ميدالية ذهبية لمملكة البحرين في بطولة مجلس التعاون العشرة للمجرى القصير والمقامة حاليا في الكويت. كما حقق السباحة فرج صالح فرج المركز الثاني في سباق 200 متر سباحة على الظهر لفئة العموم، فيما تمكن فريق فئة العموم من حصد الميدالية البرونزية في سباق 400 متر تتابع متنوع. واصل المكسيكي سيرخيو بيريز سائق فريق فورس انديا تألقه وحقق الزمن الاسرع مجددا على حلبة البحرين الدولية في اليوم الثاني من التجارب الاخيرة للسابقة لموسم سباقات سيارات الفورمولا 1. تقدم بيريز على الاسباني فرناندو الونسو سائق فريق فيراري الذي حل في المركز الثاني، هذا وجاء سائق فريق ريد بول الاسترالي دانيال ريكاردو في المركز الثالث. هذا ومن المقرر أن يبدأ موسم الفورميلا 1 بسباق الجائزة الكبرى الأسترالية والذي سيقام في مدينة ملبورن في 16 من مارس الحالي.